اهلا بيكو من اوضه القسطره، مركز بريمير للاشعه التداخليه. النهارده احنا هنعيشكم مع حاله علاج تضخم البروستاتا الحميد بالقسطره كبديل للجراحه. تضخم البروستاتا ده مشكله كبيره بتيجي لكتير من الرجاله بعد سن الستين. يعني انا بمثلها بالشعر الابيض، زي ما الانسان كل ما يكبر شعره يبيض البروستاتا تتضخم، فده من عوامل السن. هي المشكله دي مشكله كبيره وبتؤرق كتير من الرجاله، بتغير عادات التبول، المريض يبقى مش قادر يتبول باريحيه، يروح الحمام كتير، يقوم بالليل، مشكله كبيره تتحول الى مشكله اجتماعيه. الاشعه التداخليه حولت العمليه الجراحيه والمنظار لعلاج البروستاتا اللي هو كان ليه آثار جانبية كتيرة. بعض المرضى كان بيجيله عدم تحكم في البول أو قص مرتجع بعد عملية المنظار لاستئصال البروستاتا إلى إجراء بسيط زي ما هنشوف النهاردة. احنا لسه مخلصين حالا مريض كان عنده تضخم في البروستاتا الحميد، تضخم كبير عامل له مشاكل في التبول. الإجراء ده إجراء مبسط بيتعمل تحت بنج موضعي، هنوريكم النهارده ازاي الاجراء ده بيتم. انا بتسال الحقيقه كتير جدا من المرضى لما بيقول لي في العياده الاجراء ده بيتعمل ازاي، ومعقوله العمليه الكبيره الضخمه والمنظار والقسطره والمشاكل اللي بعد العمليه تتحول الى اجراء بسيط ببنج موضعي؟ ايوه الكلام ده كله بيحصل، وان احنا هنعيشكم معانا الكلام ده النهارده لايف. اول سؤال دايما بتساله هو ازاي بيتعمل ببنج موضعي؟ من فين القسطره بتخش؟ بتخش من اعلى الفخذ. دي صوره القسطره هنا وهي داخله. لو تبصوا معانا هنا اهو بتدخل حاجه اسمها مدخل القساطر، حاجه ملي بس كده يا دوبك مدخل قساطر، وبتدخل منه القسطره اللي هي انبوبه قطرها حوالي 2 ملي، انبوبه دقيقه جدا اللي هي بيتم منها كل الاجراءات دي. اهو ده منظر المدخل ومنظر القسطره في اعلى الفخذ اللي ما بنشيله ما بنلاقيش حاجه تقريبا. طب احنا دخلنا بالقسطره هنا اهو، بنعمل ايه؟ بنتابع القسطره دي. لو هتبصوا معانا هنا كده تحت الاشعه اهو، ده بندخل نشوف شرايين الفخذ، دي شرايين الحوض، هنا شرايين الحوض، ده الناحيه الشمال، ده شريان الحوض الرئيسي في الناحيه الشمال، بيدي فروع كتيره جدا منها شريان البروستاتا، ده شريان بيبقى دقيق جدا حجمه حوالي 2 مللي اهو. لو هنشوفه هنا اللي عامل زي التعبان ده الملون، احنا بنخش بالقسطره وما بنخشش بالقسطره اللي احنا داخلين بيها، بقسطره بنسمي القسطره اللي داخلين بيها دي قسطره مصر او القسطره الام. بنخش من خلال القسطره الام دي بقسطره ارفع عشان نخش في الشريان اللي هو حجمه حوالي 1 مللي بالقسطره الرفيعه دي داخل الشريان اهو. هنشوف المنظر لما دخلنا ازاي. دي القسطره ودخلنا في شريان البروستاتا اهو. لو شايفين معانا اهو احنا داخل شريان البروستاتا، بنحقن صبغه نلاقي ان البروستاتا بتتلون هنا اهو. يبقى احنا داخل شريان البروستاتا، بناخد صوره دقيقه نتاكد ان شريان البروستاتا بس بيملى مفيش اي حاجه تاني اهو، دي انسجه البروستاتا. طيب بعد ما دخلنا داخل الشريان بدقه وتاكدنا، ممكن كمان نعمل اشعه مقطعيه نتاكد. بعد كل ده نبتدي نحقن حبيبات صغيره جدا، حاجه حبيبات يعني ضئيلة جدا جدا تقفل الشرايين الصغيرة دي. فبعد ما نخش نبتدي نقفل الشريان، وبعد ما نقفل الشريان بالكامل ناخد صورة. لو انتوا فاكرين المنظر اللي كان هنا انسجة البروستاتا، نلاحظ انها خلاص اختفت، ما عادتش بتملى خالص، وادي الشريان الرئيسي مفتوح اهو. لان انا بتسأل دايما طب هي البروستاتا بتموت؟ لا، الشريان الرئيسي اهو موجود، بنقفل الانسجه فده بيعتبر قفل جزئي
يصغرها للأحجام الطبيعية ولكن لا يؤثر على قوامها ولا على وظيفتها. دخلنا الناحية الشمال، بعد كده هننقل بالقسطرة على الناحية اليمين اهو. دي الناحية الشمال، لسه نخش بقى في الناحية اليمين اهو. ادي القسطرة وادي الشريان بتاع الناحية اليمين اهو. لو تلاحظوا كل أنسجة البروستاتا بقت متلونة، دي المثانة ودي اللي تحتها البروستاتا، دي شرايين البروستاتا اهي. تأكدنا ان احنا جوه وحققنا وخدنا صور وكله تمام، نبتدي بعد كده نعمل برضو نفس الحقن، نقفل بالحبيبات الدقيقة على الناحية اليمين الفص اليمين. ناخد صورة تاني بعد ما قفلنا عشان نتأكد ان كل الشرايين اتقفلت والبروستاتا ما عادش رايح لها دم كفاية اهو. الشرايين اللي كانت موجودة هنا كلها اختفت. يبقى اذا احنا قفلنا التغذية الدموية بتاع البروستاتا قفل جزئي. بيبقى زي المريض، زي العيان او الشخص اللي عامل رجيم، اول ما نمنع عنه التغذية يبتدي يكش ويخس تدريجيا. زي بقى دايما بتسأل اسئلة كتيرة جدا، طب هو لما بنحقن في حاجة اللي احنا بنحقنه ده بيروح فين؟ لا، دايما بشبه التشبيه ده عشان كده. بعد ما بنقفل الشرايين يبتدي حجم البروستاتا يقل تدريجيا او يكش بالتدريج مع مرور الوقت. صغر حجم البروستاتا ده بيقلل الضغط على مجرى البول اللي هو عامل كل الاعراض، وبالتالي المريض يرجع يتبول بأريحية وترجع عاداته التبول الى الحالة الطبيعية. طيب الاجراء ده اجراء امن؟ ايوه امن لدرجة 100%. ليه اعراض جانبية؟ ليس له اعراض جانبية. اذا نمرة واحد، كده اللي بيعمل هذا الاجراء مدرب على هذا النوع من التقنية الحديثة جدا، واللي بتعتبر من ادق واحدث تقنيات الاشعة التداخلية. ايه تاني؟ لازم يكون الحقن ده على جهاز قسطرة متطور، واحنا عندنا جهاز قسطرة من الجيل المتطور جدا، اللي هو بيقدر يشوف الشرايين التي يصل قطرها الى مل، فبالبلدي كده ما بتعديش منا الهف. طب ايه تاني؟ بنستعمل قساطر دقيقة مناسبة لهذا الاجراء. كل المنظومة دي بتؤدي الى ان الاجراء ده يبقى امن وفعال. طيب هل الاجراء ده بيؤثر على القدرة الجنسية عند الرجال؟ لا ما بيأثرش. ليه؟ لان زي ما قلنا هو بيصغر البروستاتا تصل الى احجامها الطبيعية مع الحفاظ على قوامها ووظيفتها، وبالتالي لا يوجد اي مساس بالقدرة الجنسية. ولا بالعكس، ثبتت بالدراسات والاحصائيات ان اللي بيعمل الحقن الشرياني ده بالاشعة التداخلية القدرة الجنسية عنده بتزيد في 60 أو إلى 70% من الناس، بيزيد عندهم القدرة الجنسية مش بتتأثر، العكس. يبقى إذن ده إجراء آمن وفعال، وبننصح بيه المرضى دلوقتي إن ده ترند في العالم كله. نشوفكم دايما بصحة ونلتقي دايما في لايف تاني جديد.